هذه حكومة دائمة مطالبة بأنها تلتفت للإعلام، أنها تحط تحت المجهر المشاكل اللي موجودة عند الإعلام، وأنها تتحمل مسؤوليتها. مش أنا إلى حدود اليوم ما سمعت أنه ثم وزير بادر بالاتصال، ولا البرلمان أيضا بادر بالاتصال، وقت اللي تحتجب تقريبا 6 صحف يومية عن الصدور، وفما إشكالية، وفما حتى وصلت إلى أحداث متاع عنف كما يحكي عليها سطيب. لا واحد من المسؤولين ولا رئاسة الحكومة اتحركت في هذا المجال. الموضوع اليوم اللي يهمنا هو كونه سي سيد احتكر منذ 50 سنة 60 سنة ما يساعدوش اليوم باش تكون ثم منافسة. احنا للعلمكم احنا عمرنا ما قلنا باش احتكار باش نعوضوه باحتكار اخر. احنا قلنا شنو؟ هو يكمل يوزع الجرايد اللي تختاره ووزع زعيم. احنا معنا حتى مش واهلا حتى حد يمنعنا لكونه مجموعة من المؤسسات الإعلامية تجتمع في 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 مؤسسة وتساهم سو فورم دو كوبيراتيف مع بعض. احنا نوزعوا الجرايد نتاعنا. هذا معناه تمشي سليم، ونعتقد وذلك من شانه باش ينحي الاحتكار. شنو اللي صار؟ وقت سمع بالفكرة هذه قالوا قتلوا برشا. بدا ساعة بعض أسبوعيات ما وزعهمش، معناها كيما البيان أو المصور أو حتى التوثيق. هذا معناها الخطوة الأولى. واليوم وقت قررنا احنا اليوم باش نبداو نوزعوا توكل على الله ونوزعوا معناها 6 يوميات وأسبوعية اليوم، ولكن احنا تقريبا ثم 10 ولا 11 معناها تيتر باش نوزعوه. فمعناها شو اللي صار؟ صار اللي عمل ضغوطات ما خلاش الموزعين يجيبوا للمقر. ومشكورة صالح عطاتنا وفرت لنا المكان باش نوزعوا فيه، بيننا علمناهم من الزبون ما جاوش، إذن بويكوتي، ما عاد واحد ولا اثنين. ثم كان حصار داير معنا الصباح بالطرف ابنه معناه سيارة مع جماعة معاه، معناه كل ما واحد يقرب معناه يهدوا الاخرين اللي ما جاوش. احنا نمشيو لهم، يا سيدي نهزوا لهم الجريدة بالوسائل الواحد نتاع النقل نتاعنا. ما حبوش يقضوا جرايد اللي احنا عرضنا عليهم، وهذا ما تعرف مخالف القانون، لانه معناها ثم رفي دفونت، وما عندكش حق انت كبياع ولا حماص ولا غيره ولا سوبرات تقول لا ما نشريش عندك. الصحفيين ونقابة الاعلام حقيقة سند قوي، وانتم معناها الصحفيين على خاطر قضية مش قضية بيع وشراء نتاع جرايد، هي قضية نتاع حرية الاعلام. حتى مسؤول ما كلمنا قال معناها انا نساندوكم ولا شنو نعملوا، ولا السيد هذا الباندي اللي مسيب معناها يتحكم معناها بالمافيا نتاعو معناها شنو نعملوا معاه. هذا الكل ما صارش، واحنا نتصور اوتوكا متفائلين وان شاء الله نحسم المعركه هذه الكبرى. اتصل بيا توا، انا قال لي الحكومه معناها ساعه ونص كما قلنا معناها توا اول موقف رسمي معناها قال تجذب الدين الظاهر هذه باش تصدر بيان تنديدي. انا طلبت منه قلت له بيان تنديدي معناها شنو تنديدي؟ معناها لازم اجراءات. شنو بيان تنديدي؟ معناها لازم يدخلوا الحبس السيد هذا وتشوفوا حل. نقولها بكل وضوح معناها السيد هذا الملف نتاعه معناها تنتركوا فيه نهار اخر، معناها مش المجال هذا باش نقعدش. هذا لازمنا احنا من حقنا ومن حق الدوله ان تحمي التوزيع، ونتنبه على الموزعين انهم يقتنيوا منا كما يقتنيوا منا. ما عندهمش حق الرفض، لازم تاخذ طبع اجرائي وصارم وتعاقب كل واحد وفق القانون. والقانون يعرفوا الخويا انا اكثر مني مخربين الواحد، والنصوص القانونيه زاد خويا نتاع النقابه قالوا لي عليها انه تمنع منع بات الامتناع على اقتناء معناها جرائم. دونك الحكومه دورها التنفيذي معناها انها تتمر للجانب التنفيذي ونتكرس عليه. وقت تقول الحكومه تهمها مساله حريه الاعلام تنديد من هذا جديده وتطلبني لها باش ما نقولوش ما اتصلوش بينا او اتصلوا بينا. وقال لي الموقف هذا، وقال لي بعد ساعه تو نرجعكم ونتكلم السوق. شنو هي القضيه نتاعهم؟ قضيه كبيره ياسر، ثم معناها اموال كبيره ياسر، ثم دي زونجو انورم فينونسيي اي بوليتيك. بوليتيك على خاطر تقول ما عادش عندهم، ضغوطات على الجرايد. اليوم اي سيدي حكومات تمشي حكومات تجي، واحنا شفنا عشنا تجربه احنا في حقائق ستة، ووقت جريده ما تعجبش تموت. اذا كان اليوم جريده ما تمشيش في اتجاه معين يقتلوها، دونك هذا باش يخرج عليهم. دونك لي لوبي فينونسي اي بوليتيك ما ساعدهمش، دونك عملوا المستحيل، عملوا لو ديرني كومبا وحطوا فيه كل شيء. ولكن احنا بطبيعه الحال ما حبش نقولوا كاتفين يدينا، احنا عملنا شهادات وباش نعملوا شهادات اليوم بعضو الحشاد اكسترا.
نكونوا متفائلين، نكونوا توكا احنا مانيش مؤخرين في كل الاجراءات القانونيه باش نعملوها، باش ندافعوا على حقنا، باش نحملوا الخسائر كل نتاع الصحف اللي اليوم واحد باش نخلص من اليوم الخسائر اللي كان اثبت عليه اللي عمل معنا احنا شك فيها. اذن احنا حاضرين جاهزين ونكونوا معنا العمليه هذه ما تنجمش تكون تواصل، ما ينجمش اليوم يفرض علينا حصار من النوع هذايا يوم ثاني او يوم ثالث، مستحيل. اون توكا الشيء المهم اللي كونوا الزملاء الكل اللي اختاروا باش يوزعوا ويرفعوا التحدي هذا وخموا على المصلحه العامه، ما خموش على مصلحتهم هما، خاطر بيتوا انا كيما الصبيح يقول لك انا قاعد نبيع شنو المشكل نتاعي دخلوني في الوحده هذه، انا ما عنديش مشكل انا، ولكن الخير وشافوا معناه اللي في كومبا دو برانسيب، مش حكايته نتاع فلوس باش نربح وباش كان نمشي على التعداء نخسر شويه ولا نربح، لا احنا خذيناه كيما قال راهو كيما قال الزملاء سي كيسيون دو برانسيب، اليوم سي لو برانسيب، اليوم سي معناه الدفاع على حريه الاعلام، اليوم دفاع على مبادئ، دونك هذا مستعدين كل تضحيات ما با سوسي، احنا مجندين ما قداش نهارين ما نقعدوش ثلاثة أيام أربع أيام مش مشكل، والشيء المهم اللي كونه الحقيقة تبارك الله المساندة موجودة بوع شنو هذا مش وحدنا، فهموا الخيان والنقابات مش وحدنا، مش حركة ما بين أرباب الصحف والواحد، احنا معركة نتاعنا الكل كصحفيين كإعلاميين معركة الصحف اللي تحترم نفسها وتحترم قانون الصحافة وتحترم قانون الشغل وجميع الأعوان اللي نتاعها ديكلاري في السي إن إس إس وتخلص عليهم تلقى أمورهم تعبة مادية. الشيفر نتاع 100,000 اللي يحكي عليه توا سي طيب أنا مش مقتنع به، لأنه ثم منظومة توزيع تخلي إذا كان عندك 200,000 بيع في الآخر عندك 200,000 بيع من 100,000 سرق، لأنها ثم منظومة تاع ريسيكلاج نتاع الفوندول وريكوبيراسيون نتاع الجرايد نتاع الاشتراك وترجع لك منظومة معناها كاملة اللي تعبت ناس.